نبتدئ بقراءة هذا المقتل الشريف. ومصادر هذا المقتل هي من لقاء الحنانة الذي هو ثلاثة أجزاء، ومن العشق الأبدي في سيرة والدي الذي ألفه الصدر القائد أيده الله، وكذلك من اللقاءات التسعة إلى السيد القائد أيده الله. كان العراق في ليلة دهماء، وكانت خيوط الدجى تقيد يد الشمس وتقتل أشعتها جهارا، فلا راع لدين الله يستقيم فيستقام به الهدى، ولا الناس تبتغي الهدى لدين الله لتمضي به قدما، كثر الفسوق فكان هو الحاكم، وكان العدل في سجون العصيان دهرا، أخذ الضعيف بين طيات قوم لا يرحم، وأخذ القوي الغني بين القوم قدرا، فدمنا حتى بكتنا حياة الغاب شفقا وعجبا، فأي حال أتعس وأردى حاله منا. تلك القفار وما من واحة فتروى بها العطشا، وأنا لعطاش الدهر تتقي جور الظماء سوطا، أحسب الناس أن يتركوا؟ كلا، فحاش الله سبحانه وتعالى، فهو الغيور لدينه وصاحب الرحمة وباسط كفيه بالخير والعطاء. فأتت مواقيت الأهلة وكان هناك عالم عابد زاهد ينتظر مولودا سنينا عددا، ذهب للحج طاعة ثم دعا بذرية صالحة مستبشرا، فلم تمر إلا أشهرا والسيد محمد الصدر مولودا، وكانت ولادته نادرة حيث خرج بكيس مما يعني حتى ولادته طاهرة، فكان يوم ولادته في يوم ولادة النبي والإمام الصادق. يا مولد الحق منك النور ينبثق، أنت الضياء وأنت الفجر والشفق، أنت الدليل إذا ظل الحداة بنا، درب السلامة حيث الدرب يفترق، عم البلاء واضح الشر منتشرا، ضاع الشباب فشيب ما بهم رمق، ساد الظلام وليل الجهل يغمرنا، والركب تاه وكاد الدين ينمحق، من كان الظلام يحيط بينا وعراق حسين ما واحد يعينا، شفنا العدل كله بذيه عينا، اطلعت شمسك علينا وطرت الليل، عمي الناس كانت والوطن موت، ولأهل الدين بد ما ينسمع صوت، ودق بيبان وضوايا أهل البيوت، يا سيد من جيت وياك جنور. فقد كان في صلاته لله يخشع، وكان في الليل سائرا لا يهجع، وكان هو لله ساجدا يركع، وكان في تهجده العين تدمع، وكلماته في القلب تقرع، ودعاءه وصلاته لله ترفع، وهو في أفق المكارم أرفع، وهو في حب الإله يصرع،
ولغير باب الله لا يقرع، عجبا لآيات زهده فكان لا يلبس إلا الخشن، فهو هكذا حتى بعد ما إن أصبح متسلطا على أموال الحقوق. وما كان يأكل الفاخر من الطعام بل يعتبره خلة أخلاقية وسوء أدب أمام الله سبحانه وتعالى، وكان يقول: لو تصدق علي أحد بمال لأخذته تواضعا، بل إن في رفضه تكبر، فله وجه يشع نورا لما يحمل الجسد من إيمان وتقوى وورع وعصمة وحكمة وعلم وهدى وطاعة. فهو المتهجد ليلا والمسبح نهارا والطائع دوما والخادم للدين والمذهب والحوزة بكل جوارحه، فكيف لا يشع نورا وقد ابتعد الحرام منه حياء وهيبة، واقترب الحلال منه خشية وخضوعا. فهو ليس له دنيا باطلة أو دنيا زائدة، بل يعيش بما يسد رمقه أو يقويه على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا صلى انقطع عن الدنيا وخشعت كل جوارحه فيها، ويبادر إلى الصلاة أول وقتها، فكأنه يرتجف من الخشية والخشوع والخضوع لربه، فهو بصدق ينطبق عليه صلاة الخاشعين. فكان إذا قرأ سورة كان يقرأها بكل أحاسيسه، وإذا ركع فكأن الملائكة معه راكعون، وإذا سجد سجدت كل جوارحه فيها، وانقاد لربه حتى كان الشجر والحجر يسجد معه. فيا له من مصلي ونعم المصلي، يقضي الليل ساجد دمع سجايا، يا بتقوى ومعرفة بآيات ليك تايب، عرف معنى اليقين وظن ما خاب، لو مد جفة يدعي بتشل نجوم. وقد كان ومنذ صغره يحظى باحترام الكثيرين، حتى كان يعرف بكثير من الألقاب في أوساط الحوزة، منها زين العباد والقديس والصادق الأمين. وكان كلما دخل على مرقد أمير المؤمنين قبل أعتاب الباب، بل هو مشهور بذلك، وإن دل على شيء إنما يدل على إيمانه وخشوعه وحبه لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ويدل على تواضعه ورفعة أخلاقه. فأي من المراجع إذا وجد طعاما كالخبز مرميا على الأرض طأطأ ليرفعه، فتارة يأكله إن كان صالحا وبعيدا عن أعين الناس، وتارة يعزله بحيث يكون بعيدا عن وطئ القدم. وأي من العلماء والشخصيات المشهورة من يرفض أن تفتح له باب السيارة، ومن منهم يجلس قرب سائق السيارة لا في الخلف، ومن منهم يعطي جل وقته لطلبة العلم وخدمة الصالح العام عبر جلوسه معهم في البراني أو اللقاءات الخاصة.
ومن منهم يقدم الشاي أو الطعام لضيوفه بيده. كل هذه وغيرها تجليات زهدي الإلهي العالي. يا صاحب الآيات والأحكام والسور، أنت الفجر وأنت الشفع والوتر. تركع الأملاك إذا ما ركعت معا في سجودك، يسجد الصخر والحجر. ويا الكتاب الله بجبينك شفنا معنا معنا يا وسجودك سجد حتى الصخر ويا وحتى القاع جدمك تهوى ملقاه. يا بصلاتك جان يصل الحجايا يقول القائد المقتدى كان ينهض باكرا ويبقى جالسا ولا يعاود النوم، وكان يكمل تهجده وصلاته ثم يعاود النوم خصوصا في الصيف، ومع ذلك فإنه يستيقظ مبكرا وكان يعطي من وقته لأحفاده حينما كانوا صغارا، فهو يحملهم بيديه الشريفتين ويعطيهم الإرشادات ويسألهم ويطمئن عليهم. وإذا مرض أحدهم أو غاب فإنه يتفقده ويزوره في بيوت أولاده ويجلس معهم، وكان متابعا لأطوار حياتهم ومدارسهم، فأولى لهم من شعره شيئا لا سيما حفيده الأكبر والأصغر، فإن العدل هو أساس تعامله، فيعطي للكبير ما يجب فيولي كل ابن من مدارات وعلم وتربية وتهذيب واستقلالية معتد بها لاعتماده على نفسه. فكان على الصغير عطوفا حنونا رحيما، فكانت صحبة ومدارات فكانت صحبة ومجالسة آه ما أروعها وما أحلاها. فهو صاحب خلق الرفيع حلو المعشر جميل الكلام، لا يطيل فيضجر ولا يختصر فلا يفهم، يضفي على الجلسة روحانية ورهبانية ونورا. فأي نور يضفيه ذلك نور لا يوصف، وأي كلمات أكتبها ويعجز القلم عنها. فكان لا ينفرد عنا إلا لعبادة أو علم، وكان يأكل معنا ولا ينفرد حتى بنومه عنا غالبا. صدق خالم جانا يا ويا وينك بويا عطشاني يا بويا الحنينك، أشوف البيات مظلم عقب عينيك. حجاياتك بعده انت يا ارسل بيت. لما طل صباح يوم الجمعة الذي كانت النفوس والقلوب تهفو إلى مسجد الكوفة المعظم لكي ترى محبوبها وأباها ومنقذها الصدر الحبيب، وكالمعتاد يشرق على منبر الكوفة
كأنه الشمس التي تميط أستار الدجى، ويرتدي نظارته التي تغزل خيوط الأمل لتهدي القلوب التائهة بأن لا إله إلا الله. وعلى كتفي الكفن الذي عندما تراه كأنما مرتدي غمام السماء، وبيده تلك العصا التي هزت عروش الظالمين وأفلقت بحار السيئات وأحالتها حسنات. خرج حبيبنا الصدر متوجها إلى مسجد الكوفة المعظم، وأقام صلاة الجمعة المباركة الأخيرة، وكأنه ينظر وكأنه نظر إلى المصلين، وهي في ربوعه وبحنانه ترتع، أخذ يخاطب ويهدي ويلقي الحجة بأعذب الكلام، كأن في أنغامه كلمات الوداع والتوديع، منها هناك يقولون لهم أنني أرسلت إليكم السيد محمد الصدر ليقرع أسماعكم فلن ترعوا ولم تهتدوا، هذا دربكم امشوا بي. فخاطب الفئة التي لم يخاطبها أحد قبله وهي الغجر، ونصح رؤساء العشائر ودعاهم إلى التمسك بالتعاليم الإسلامية السمحاء. آخر جمعة صلاها صدرنا. أريد ونا بهاي الطريقة اللي يقراها عبد الزهر الكعبي رحمة الله على روح الطيبة، وإحنا اليوم نقرأها على السيد الولي، وكون يصير مشاطرة أنا وياكم وتبنون. يلا، آخر جمعة صلاها صدرنا ودعنا بكلامه وشاب جمرنا. وينك الصدري؟ آخر جمعة صلاها ودعنا بكلامه وشاب جمرنا، يا ريت العمر يتبدل عمرنا، يدري بالمهنية وقصد ليها الله شلون لو باكر نشدكم عني وقال موجاكم صدركم، لا تنفع ندامة ولا عذركم، لقى الحجة عليكم ما سمعتوا. وين يطون وجوههم؟ وين يرحون من عذاب الله؟ والله يخنقهم واحد واحد هناك. فلم تمالك نفسها الدولة الظالمة الغاشمة، حيث وجه البنتاغون أن يطفئوا نار الكوفة، واحذروا الرجل الأبيض إلا أن تخطيطا لاغتياله منذ بدء، ولقد كانت تنتظر الوقت الذي إذا أقدمت على اغتيالي تكون في مأمن من الثورة الشعبية، فكانت الخيوط تنزج ضد الصدر الحبيب، وأنى لهم ذلك، إنما الله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره البعثيون. فذلك ميقات ربك ونهج الرسالي مخطط من قبل الله سبحانه وتعالى. بعدما أكمل الصدر الحبيب الصلاة توجه إلى بيته المقدس في الحنانة، ثم توجه بعد ذلك إلى صحن أمير المؤمنين سلام الله عليه لصلاة العشاءين، ثم توجه إلى برانيه المقدس فأدار شؤون المسلمين كالمعتاد.
وثم دخول الناس عليه للسلام والتبرك، فلم يكونوا يعلمون أنه السلام الأخير، وأن ذلك الوجه الأبيض الذي يستمطر به السماء سوف يفقد. أخير لحظات، أخير لقاء ويا الولي. أبويا أبويا يا 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 على البرايان تتوافد بالآلاف. أبويا ورسوم الموايا دعشنها تنشاف. أكو فراق يباعون على وجه الولي، سيدنا بعد ما نشوفك هذا آخر لقاء. الله يجوز أكو قاعدين وياكم شافوا هاي اللحظات، مو قد صليت ورا الولي. على البران تتوافد بلا لا يا 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 ورسوم الموادع جنعة شايا يا مثل جد على تلقاه ما خايف. يا 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 انخطف لون السماء وحسايا يا 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 تملي يا يا ودايا ورغم طغيان الدولة الضالة وبطشها وتغطرسها، لكن لم يجعل الصدر الحبيب حماية شخصية له. يقول القائد المقتدى: كان الكثير منا ومن غيرنا ينقل له مخططات الاغتيال ويطالبه بجعل حماية شخصية له، إلا أنه كان دوما يرفض ذلك ويقول: الحامي هو الله. وكان يقول: ما فحواه حبيبي، إذا الله كتب لي الشهادة فلا ترد الحماية ولا غيرها. أو كان يقول: يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وأتذكر قوله: إني أنتظر الرصاص، وكان يشير على جبهته الكريمة التي رفعته عليا. ويلي يقول الحامي: الله من المناية ما تحميني يا سولا يا حماية، نوصوب الشهادة وصفرايا وهو العاند الموت بلبس الأجفايان. وكان يعلم مكان استشهاده، إلا أنه قد لا يكون في التصريح مصلحة، فتعاليت من مرجع للشهادة محب. يا من بك الشهادة افتخرت وبك العبادة ازدهرت، فخرج الصدر الحبيب راكبا سيارته، وكالمعتاد معه السيد المصطفى والسيد المؤمل. وبقي السيد المقتدى في البراني لغرض الأعمال المنوطة به، فكان الطريق الذي يسلكه الصدر الحبيب عند الرجوع إلى البيت هو عن ساحة ثورة العشرين ثم شارع البريد سابقا، المؤدي إلى حي الحنان، وذلك ليلة السبت المصادف في الرابع من ذي القعدة في تمام الساعة الثامنة ليلا، حيث كمن له جلاوزة الهدام في ذلك الشارع، فأخذوا يطلقون عليه الرصاص من كل جانب، فاحتضن كل من النجلين الطاهرين أباهم الصدر،
فانحرفت السيارة عن الطريق حتى استقرت واصطدمت في شجرة كانت على جانب الطريق، تاركين الصدر ونجليه مثخنين بالجراح، وقد أصيبت جبهته سيد مقتدى ينادي وابتا يا الله شلون مصيبة هاي؟ يقول لك شلون تبكي عم نبكي على محمد الصدر؟ شلون ما نبكي على أبو مصطفى؟ السماء بكت على محمد الصدر، الأنبياء المعصومين الزهرة بكت على أبو مصطفى، شلون ما نبكي عليه؟ تاركين الصدر ونجله مثخنين بالجراح وقد أصيبت جبهته برصاصة الغدر كما كان يقول، وفارقت روحه الطاهرة مكان الاستشهاد. أما النجلين الطاهرين كانا لا زالا حيين. يقول القائد المقتدى: وصلنا خبر أنهم قتلوا والدي، خرجت حيث أن جلاوزة النظام منعونا من المرور ولم يدعوني أن أرى والدي حتى في المستشفى، إلا إني قد رأيت النجلين وكان السيد المصطفى ينادي يا زهرة. يقول أباه على سيد مصطفى ينوب ويصيح يا زهرة، الحسين هم كان يصيح يا زهرة، ولده يتنخون بيه. يقول ونين الأخ خلى بقلب حسرة، يا أبا وسمع يصيح يا زهرة يا زهرة، يا احتسب لله قضيت وطاع أمره، يا سيد مصطفى باخرا فايس، إلا إلى أن قضى نحبهما صابرين، ثم أمر جلاوزة الهدام أن يدفنوا ليلا وقبل شروق الشمس. هاي الأحداث كلها سيد مقتدى الوحدة، وأنت عيش عيش تخيل السيد القائد الوحدة وين يطوجها على أبوه على أخوته على العائلة. إلى أن قضى نحبهما صابرين ثم أمر جلاوزة الهدام أن يدفنوا ليلا وقبل شروق الشمس، فأخذوا إلى المغتسل لكن تأخر التغسيل بسبب كثرة جراح النجلين الطاهرين، الظاهر متأذين كانوا هواي. وقد كانت وصية شهيدنا الحبيب أنه يدفن في الصحن الحيدري الشريف، إلا أن الدولة الجائرة رفضت ونقل إلى المقبرة، حيث أنه هناك قطعة أرض كان قد اشتراها سابقا فدفن فيها مع النجلين الطاهرين، وكان عمره 56 عاما أو يزيد قليلا، مثل عمر الحسين أو يزيد قليلا. في حينها دخلت إلى البيت فسألوني حتى الأحفاد أين جدنا، ولم يسألوا عن آبائهم قط. يعني سيد علي سيد أحمد العلويات عمي عمي وين جدنا؟ يقول ما سلوا عن آبائهم، قبل سلوا أبويا وين جدنا راح؟ يقول تلقاني تلقاني وينجدونا على جدو.
ابويا تلقاني يا وينجدون على جدو مفزوعين كن الخبر عدو انا اسكتهم بيا يا شوبيا شردهم يا يسالوني يا عم جايا أحبتي فما حال من سمع منه الكثير الكثير من فرح وحزن وغضب ونصيحة وتوجيه أو منادات لنا بتسمياتنا ما حال من عاشره ما يقارب 25 عاما بكل تفاصيلها داخل المنزل وخارجه في مرجعيته وقبلها في سجنه وحريته وما إلى ذلك ماذا يفعل يا ترى إذ اشتاق إلى والده الحنون وإلى مرجعه وقائده وسيده ماذا يفعل إذ افتقد موجهه وآمره الذي اتخذه قدوة له في كل الأمور ماذا يفعل إذ استيقظ ولم يجده قريبا منه يكتب أو يقرأ القرآن ماذا يفعل لو استيقظ فجرا لكن لا على صوت مسبحته أو صوت تهجده ماذا لو دخلت إلى حرم أمير المؤمنين لتصلي خلفه فوجدت نفسك تصلي بدلا عنه وقد استشهد وجميع الناس تبكي عليه من حولك حتى بعض الجلاوز ماذا لو دخلت إلى مسجد الكوفة لتأتم به أو تسمع كلماته أو خطبه القيمة فإذا بك ترتدي الأكفان وتعتلي المنبر نيابة عنه وقلبك يتفطر حزنا وتقول أين والدي ماذا لو دخلت إلى المنزل لتشتكي له من صعوبة الدنيا فتدخل فلا تجد إلا صورة له ماذا لو دخلت مكتبته لتأخذ كتابا ولا تجده جالسا على فراشه مرتديا نظارته السوداء وهو يكتب ماذا تفعل لو أنك تمر يوميا من شارع البريد مكان استشهاده الذي رأيته بأم عينيك بعد وقوعه في يوم الاستشهاد ماذا تفعل وماذا تفعل لا أفعل شيئا سوى الالتحاق إلى الاشتياق به يا الله يقول فراقك مو سهل يا قرة العين يا بويا شلون قلب جسم نصيب اخذ عمري لعمرك فدوى السنين يا بدم راياسك صدق خضب لحيتك صدق خالي مجايانك بويا وينك يا بعض شانين يا بويا الحنينك اشوف البيت مظلم عقب عينك احجاياتك بعد هنتار سلبيت يقل جفك كان يتفقدنا بالليل يا ابويا ويزاد علي يا ابويا جفك كان يتفقدنا بالليل ويا والنعم على صوتك جل ترتيل بويا لا ينفع ندم لا مدمع يسيل يا نعمة فرهدت من بين دينا يا بويا الله الله يا بويا ويانا بعض قلبي
طبيبي بويا روحي انا روح اشتاقت لكلمة حبيبي. حبيبي مقتدى، حبيبي مؤمل، هاي بالبيت يا بويا ويا نبض قلبي وطبيبي بويا روح اشتاقت الكلمة حبيبي بويا صار لها يا مصدق حظ نصيبي يا الضحكة عيونك تجلي همي بعد شفك كان يتفقدن بالليل والنام على صوتك جنة ترتيل يا يابا لا ينفع ندم لا مد ما يسيل يا نعمة بردت من بي يا